رحبوا معايا بالمنتجة الفلسطينية مي عودة لتتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي نيابة عن المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري. السنة الماضية كنت على هذا المسرح استلمت الجائزة لعلي سليمان اللي ما قدرش يجي لسبب الفيزا، والسنة هاي كمان بستلم الجائزة عن محمد بكري اللي ما قدرش يجي عشان الفيزا، وسعيد زاغة ما قدرش يجي عشان الفيزا. فنانين كتير ممنوعين يدخلوا الوطن العربي عشان الفيزا. لو انت واحنا بنعمل مهرجانات سينمائية بنحتفل فيهم كفنانين ومؤسسين للمهرجانات، يعني بدونهم بصراحة ما بنقدرش نعمل مهرجانات. للأسف هذا المسرح وهي السجادة الحمراء وهيدي الشاشة موجودين عشان يحتفلوا بهدول الفنانين اللي للأسف مغيبين بسبب إجراءات قمعية للفنانين. كفنانين إحنا لازم نوقف ضد حكوماتنا اللي بتخلي الفنان ممنوع يدخل على شعبه. شكراً.